يعني ودي أعرف بس كم وصلنا في التحدي 50,000 وجبة؟ والله شوف وانتوا تبون تعرفون انتوا هذا السؤال يعني أنا قبل ما اسال المشاهدين انت ابو محمد ها عادل أكيد. انا والله ودي اصدق انا اللي اعرف ان احنا مخصوصين لنا 50,000 كذا تحدي بيننا وبين متابعينا كم توقعون ها من أمس يعني اتوقع خمس حلقات مقفلين ال 50,000 اعطونا نشوف كم وصلنا خلونا نشوف يلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله 1500 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله 1500 من أصل 50,000 هذا في تحدينا في برنامج نفائس طبعا يعني هذا بس يوم واحد تقريبا يومين ما شاء الله يومين صح يومين احنا أتوقع لو بهذا المعدل بهذه الحسبة أعتقد إن شاء الله تعالى بشكل أكبر بإذن الله تعالى والناس مقبلون أكثر يعني على هذا الفعل الطيب سنصل بإذن الله تعالى إلى 50,000 قبل مضي نص البرنامج بإذن الله أنا أعتقد بإذن ذلك بإذن الله طيب أبو مشعان وش تقول في هذا الموضوع أنا أقول والله جمهور المجد جمهور عظيم جدا قناة المجد قناة كيان كبير جدا وجمهور عظيم جدا وأنا أتوقع يعني خاصة في برنامجهم برنامج نفائس أتوقع يقفلون هذا التحدي إن شاء الله في أقل من 10 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى